عرفتي كتحسي بوجهك رطاب، و كاين واحد لا ديفيرونس سبحان الله العظيم. المهم الوصفات الصحراويه راه تبارك الله ما شاء الله تبارك الله عليكم، الناس ديال الصحراء بالوصفات ديال هكا الوصفات الطبيعيه والوصفات هكا التجميليه. سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحه؟ كلشي مزيان الحمد لله. اليوم فيديو اخر ان شاء الله مع حياه اكادير، والحمد لله الفرحه عندي كبيره بزاف بزاف بزاف. كنشكركم بزاف على الدعوات ديالكم معايا، كلكم كدعوا معايا قلتوا لي الله يسر ليك ان شاء الله غادي تقبل القناه، وفعلا الحمد لله الاحد نهار الحد اللي فات بالليل جاوبوني الحمد لله تفعلت هي القناه. صراحه انجاز زوين ملي كتفعل لك القناه، كتولي دابا الله بدات الخدمه ديال بصح لي فيديو. كنتعطل بشويه بلي فيديو، ولكن غادي نحاول نزعم، ماشي كيسون زعمه، ما كيسون ديال الوقت، الوقت ما كتساليش، ولكن ان شاء الله كاين يدك ان شاء الله. حنا غادي نخدموا ان شاء الله على القناه، وكنتمنوا ديما تشجعونا وديما تدعمونا وحنا معكم. وحنا اليوم غادي نقدم لكم واحد الماسك اللي هو صحراوي طبيعي 100%، وماسك زوين 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 زوين. يلا خليك. المهم بالنسبه للماسك، الماسك غادي نجيبو، كاين فيه هو زعما المكونات بساط ماشي شي حاجه اللي كثيره. عندنا العرعر، الماده الاساسيه هي العرعر. العرعر غنديروا منها معلقه ونص. ديجا انا شديتو شريتو زعما عادي، ما شريتوش، شريتو صاين يعني ما شريتوش مطحون، وطحنتو عندي في الدار وغربلتو. ها هو راه صراحه عرفتي ريحتو زوينه. المهم معلقه ونص، والحليب المجفف يعني نيدو نيدو، حيت معنا المتتبعات جزائريات كنوجهلهم تحيه، ومصريين ومن اليمن كذلك. يعني الا كتقولي شي كلمات هذا ما كيفهموهمش، المهم انا شويه كنهضر بكلمات شويه مبسطه باش كيفهموهم. المهم هذا نيدو ديالنا حنا المغاربه. المهم الحليب المجفف غندير منه معلقه وحده، معلقه ونص ديال العرعر، ومعلقه ديال الحليب المجفف ديال نيدو، ودانون سمحوا لي، ودانون مسوس يعني ياغورت طبيعي، ندير منه جوج معالق. غادي نبدا بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ تقريبا هذه تقريبا كامله معلقه ونص، انا عبرتها يعني كتكون عامره شويه ونص. وغادي ندير غير معلقه ديال الحليب، وغادي ندير نخلطهم جوج معالق تقريبا هنا. الا خاصني باش يرجع ليا الخليط خصو يرجع كريمي هنا. خلطوا دابا، غادي نديروا الوجهين وغادي نديروا قدامكم. ها هو من بعد ما خلطوا انا غادي نديروا قدامكم. بسم الله، عطي الريحه ديالو البنات زوينه، حكي بارد مع دانون بارد. عرفتي شي هاد الشتاء البنات بكل صراحه هادي كنت كنديرها هكا الكوزينه الا خاصني شي حاجه، ولكن قررت نخليها الماسكات. هاديك الشتاء الاخرى ديال الكوزينه غنشري هادوك اللي كيكونوا زوينين، دابا راه كيكونوا شويه تيكونوا في اللوان غتكون كتعرفوهم. هذا البنات
راه فعال وتقدروا ديروا حتى اللي يديكم. انا غادي نديرو ولدي كيشخر راه كلشي ناس. انا غادي نديرو حتى العنق ان شاء الله. هاي دابا كندير معاكم البنات. راه كيحيد سميرار الوجه، عرفتي انا وجهي راه ولا حالتو، ولا حالتو مع البحار. اللهم دابا طلع فيه شويه، ما فيها باس. عمرنا الفولار ماشي مشكل، غادي تصبل. وحاولوا البنات يكون على الوجه يكون نقي، اي ماسك بحال هكا للتغذية ديال الوجه ضروري كل الوجه تكونوا ديجا غسلتوه باش كيعطي الفعل ديالو. المهم انا غادي نقادو، ومترى اي حاجه كنديرها البنات راه كنشاركها معكم مباشره. انتما غادي من بعد نقول لكم زعما النتيجة ديالها، راه الحاجة نيت راه حتى كتداوميها. بعدا بغيت نقول لكم على حساب داك الكيراتين، الصراحة غزال والله إلا بنتي إلا زعما صراحة مبقاش عاد راه كنقدم تيلا مشلحف نشف بزاف، والله إلا النتيجة إلا زوينة. درتو لهنيت هاد السيمانة اللي فات، كل حاجة كتبغي الوصفات كتبغي غير مداومة. يلا البنات انا غادي نكملو مزيان في عنقي وداكشي، وغادي نخليه ينشف ونوصلو. انتوما معايا؟ المهم البنات كما كتشوفو معايا ورا نشف ليا، وكما درتو المهم بقى لي شويه وانا نفكر، واخا ما درتوش من الاول ونفكر حيت اصلا مزيان حتى اليدين يعني كلشي. هاهو واخا مازال ما نشوفوش، ولكن فاش كدير كتحسي يديك علاش غادي يضيع لهم من تالي يدينا. راه الصراحه كيبيعوا العنايه. يلا المهم انا غادي نصل وجهي لان نشف تقريبا ديك ربع ساعه ثلث ساعه ورا نشف الله يجعل البركه. انا نصل وجهي وانا معكم. غسلت وجهي، عاديش غادي نقول لكم البنات والله العظيم لا تبارك الله. شوف واحد الاشراقه، عرفتي ملي كتغسلي وجهك كتحسي بيه رطاب. جربوه ما وردوا لي الخبر. وكما كنقول لكم دائما المداومه المداومه، يعني تقريبا شي جوج مرات في السيمانه كاع كاع الا كنتو حادكين ثلاثه د المرات في السيمانه. المهم انا ان شاء الله باذن الله غنداومو وغادي تشوفوا النتيجة. ما زعما صراحة تي كتحسي بوجهك رطاب، وكان كاين واحد لا ديفيرونس سبحان الله العظيم. المهم الوصفات الصحراوية راه تبارك الله ما شاء الله تبارك الله عليكم الناس ديال الصحراء بالوصفات ديال
هكا الوصفات الطبيعية والوصفات هكا التجميلية، ما عندي ما نقول، زعما وصفة هائلة تبارك الله عليكم. كنتمنى ما نكونش نكون خفيفة على عليكم، ما نكونش ثقيلة عليكم. المهم ما تنساوش البارطاج اللي عجبكم الفيديو واللايك، واللي ما مشاركش معايا يتابونا معايا في القناة. وشكرا لكم بزاف، مع السلامة، فيديو لاحق ان شاء الله.